ما قاله الأخ الدكتور علاء بكاري أو ما تحدث به. لا أخفيكم، أنا قاعد وما أدري إيش أحكي. لا يحق لي أن أشكك في نوايا الرجل لأن بعدنا ما شفنا، لكن من كلامه الظاهري وما يدور بها لنا رأي صراحة. أسأل كل عراقي من الثوار الأحرار وليس الذيول، هل أحد تفاجأ بخطاب مقتدى الصدر وتغريداته؟ شقد من عندنا؟ شقد تفاجأوا بخطاب علاء؟ لا لا، أنا واحد ناس حدثت عنه، وبالمناسبة سيسبقوننا. ها مهم، هاي التخريب الكبير الذي أحدثه مقتدى بعقول الناس. حاشا أن أقول علاء خان، لكن ربما، أنا ما أقول خان، واردة كل ثورات العالم تصير وراه وتركض وراه وتمدحه. ثورة 20 ذاك اليوم، يا شنو هوسة هزول الجنطة وفك ذيالة فكول الجنطة وهز ذيالة، شنو هي؟ قبل ما نقدر نحكي يعني، صير حتى بالعشق التم ويا الشمات كلكم، واقلكم تشنت زامط بيه شامت مثلكم، قد يطلع دي المثل. وبعد انا ما جاي استخدم بالامور، يعني قصدي هذا يصير. الانجليز عندهم كلمه حلوه تقول له هاوز علي، يقول لك سو فار هيز فيري جود، لحد هاللحظه هو جيد. فنحن كل ما نقوله، أنا أقول للأخ علاء وأقول لكل إعلامي ولكل صاحب موقف، أنطيكم مختصر خبرتي من عارضة صدام لليوم. ما يهمني كل اللي ينحك داير مدايري، صراحة أقول لكم إياها، ما يغيرني شيء واحد فقط أضع في بالي ومو صعب، أن أخلي أمهات الضحايا والشهداء قدام عيونه من يسمعني شي يقولن، يقولن فدوة لا يقولن غسل حقيقي. فكنت أسأل الأخ على سؤال ناصريا انطت أكثر الشهداء، هل مررت على عوائل، هل سألت أمهات هذا الحجر راح أقوله يمه ترضين لو ما ترضين؟ ترى هم أصحاب الثورة، ترى هم أصحاب الحق، للأسف راح ينهضمن على هذا الحكي. فقط هذا اللي اقوله، لا اتهم خيانه ولا اتهم اذن، واللي بقبره بيتش. ليش؟ ليش شنو القدمه؟ كلام مقتدى وكلام المرجعيه اختصرهن مو؟ واضاف لهن كانما 600 شهيد حتى يسوي حزب. سهل محتاجين حزب؟ هذا الزمن وقلنا الحزب انتهى لكل مثقف، والحزب ذيل مهما كان ربع جينا هاي وقتها الناس تشاهد بساحة التحرير من وراء ذول الكلاب السود، تصوير بيقدرون يصورون يمنعونهم، التواثي والسكاكين تفتر عليهم، المطعم تركب. هاي اللحظة توقت، شعب كله صاح لا لمحمد علاوي، وانت تقول محمد علاوي ترى نسخة بالضبط، لا هو خيار الشعب ولا هو شعال جينا بقصتي زين. مو نفسهم ذول اثنينهم مدمري حياة الناس مقتدى وهذا العامري، جابوا ذاك عبد المهدي، عبد المهدي رجع لك الوعودة أحلى من وعود هذا، وذاك اقتصادي وعلمي وبالك عنه، يعني شنو انطانا وعود؟ خلي نروح ونفتح لهم الدكاكين وتعالوا طبوا علينا ونقدم لكم 600. لا هاي غشامية. وحتى ذني مال الانتخابات، انت بالانتخابات والسلاح موجود بالشارع، من يجي اخذ السلاح منهم؟ يعني من كل عقلكم وحل علاء وغير علاء، هاي تحتاج ثقة، هاي تحتاج ثقة بالنواب، والثقة يحكمها هذا العامري ومقتدى والخزعلي، صاروا ليمون وازرق، معقولة يطونك ثقة على مود تصلخهم؟ اطلعهم من طرق اللبسان، شيل منهم السلاح، لك هاي وين صايرة؟
هيك صاروا عندنا اشراف، خب هسه يطلعون يقولون يا احنا خلصنا. معقوله؟ معقوله معقوله؟ وهذا اللي خفت منه طحت بيه. قلت لكم هاي ثلاث اهداف اخطر ما يكون، لانه مو اهدافكم، اجت فرضت عليكم، اجت فرضت عليكم. والان تعالوا اقبلوا بالقرارة ايران، ولم ياتي على طهر ايران. هو طبعا طحننا كل احنا، قال عاطفه ما نريد، نريد عقل. يعني انت عندك عقل واحنا ما عندنا عقل. احيانا العاطفه اسمى اسمى من كثير من العقول. ليش؟ انا ادري من الشهيد ما عندها عقل، يعني مثلنا تفكر، بس عاطفتها اسمى من عندنا ومن عنده ومن عندك. انا ما اتهمك ابدا، بس بتشيت امهات الشهداء على الاقل خضرانهم. هاي تعلموها يا شباب، لا يهمك مقتدى مهما كان ابوه تاريخ ابوه ولا هاشم العقابي. باكر اطلع من خوشات بدقوا، لا تفكر باي واحد، لا بعلاء ولا بهاشم ولا بمرجعيه ولا باي واحد. وروح لله ومسرتك رقبتي، قل له انا خليت هاي مكانها وحشي ينوحا يدقا يلطبا، وانا اطلع ازرع الامال وافكر بحزب. ليش ما يخلي ابنك يعرس؟